من 50 سنة في البساتين. هويدا أشهر جزار، عارفة الجمل من نظرة عين، بخبرة ويقين وشطار. مش هي برضو اللي بتذبح، لكن بتفهم في التقطيع. زباينها ياما ما شاء الله، طول النهار واقفة وبتبيع، والصنعة ورثوها عيالها وفتحوا جنبها في البساتين بكفتة الرز الجملي، مشهور والناس عارفينها. لا عمرها بتكسف مخلوق، بالعكس دي بتديك عينها. صباح الفل يا ست هويدا. صباح الورد. ان شاء الله يا رب رمضانك يجي حلو ويبقى موسم جميل عليكي وعلى كل الناس. ربنا يخليكي ويبارك لنا فيك يا رب. احنا بنسمع عنك يا ست هويدا من اول البساتين خالص، بيقولوا هويدا امبراطوره الجمل. ايوه، حكايه الامبراطوره دي يا ست هويدا؟ والله الامبراطوره دي طلعها عليا جزار بتاع لحمه بلدي عجالي. كنت انا في الاسعار، منزله في الاسعار ومدغدغه السوق بتحاربيهم، وهو بقى راح طلع عليا الامبراطوره بقى دي بقى. بس كان قصده حاجه وحشه يعني؟ لا لا لا، امبراطوره ناديه الجندي. ايوه صح، غير من ناديه. أيوة. بتحبي ناديه الجندي؟ روحي فيها مش كده؟ عملت نفسي ادوار نفسي امثل فيلم في المذبح زي ناديه الجندي. انت عايزه تمثلي على فكره؟ ممكن. ايوه والله، لو انت قفلتي الجزاره ممكن تشوفي مستقبل مختلف. عايز باذن الله. مش وراكي رجاله ماسكين المنه؟ ايوه طبعا، ولادي ربنا يخلي عيالي. بس كده معايا ولدين في الجزاره. كنت هقول لك عندك عيالين؟ ولدين في الجزاره والبنتين متجوزين برضه، والولدين متجوزين بس متعلمين الجزاره. شغلتيهم جزارين؟ اه. مين اللي علمك انت يا استاذ؟ والدي. يعني والدك كان جزار برضه؟ انا ابا عن جد. وجدك جزار؟ جد. ايوه، سلحتي لقيت نفسي منشوقه في الجزاره. من البساتين؟ لا، كنت في القلعه. كنت في القلعه الخليفه تحت. الخليفه. وبعدين؟ وبعدين لما جيت اتجوزت وكان مبلط ايشاني الله يرحمه بقى، وابوه كباب جه بيتعامل معانا في اللحمه. ثانيه، يعني هو كان من منطقه البساتين؟ عشان لا، منطقه السيده عيشه. برضه هنا يعني اللي هي بتاعت الاحمر. وكان ابوه بيتعامل معانا في الشغل وكده، وهو كان بيسافر السعوديه ويجي وكده، وكان متجوز ست قبلية، وجي اتجوزنا. انا كنت زوجة السبعة بالنسبة له. السبعة؟ وازاي تتجوزي راجل متجوز سبعة؟ كان مرات كان مطلق كله، ما كانش عزمته حد. وما خفتيش الراجل اللي بيتجوز كتير ده؟ لا ما خفتش والله. انا اتجوزت عشان كنت الشغلانة مزهقاني، فالنصيب ان انا قعدت معاه، جبت منه 4 عيال، وكان راجل نعمة الرجالة والله يرحمه. مات. كسرني. موضو كسرني بقى له 7 شهور. ده قريب. 16/8 يوم عيد ميلاده. مات يوم عيد ميلاده. وكسرك ازاي؟ كسرني. الاعمار بيد كان سندي، كان ظهري. ما شفتش راجل بالثقه اللي يثق في مراته وكل ما يملكه، حتى الجلابيه اللي عليه تبقى باسمي. هويدا، انت قلتي انك عندك 4 عيال، ولدين وبنتين صح؟ أيوة. اساميهم ايه؟ معايا محمد الكبير، يعني مش الكبير اللي بعد البنات، يعني معايا مها ديت الكبيره، ومعايا شيماء. انت جبتي بنتين الاول؟ بنتين الاول شيماء، وبعدين محمد، وبعدين احمد. وحتى بعد ما جبتي البنتين، الراجل اللي كنت متجوزاه الجميل اللي بنحبه ده كان عادي وجاب البنات؟ ايوه، عشان هو ما خلفش من الاولانيين طبيعي كمان. السبعه اللي اتجوزهم دول ما عندوش عيال؟ ما خلفش. لا لا لا، الا مني انا بس. معقوله؟ اه والله. كان عندك كام سنه لما اتجوزتي؟ كان عندي 17 سنه. جبت بنتي الكبيره دي تمت شهر، وانا تمت 18 سنه. معقوله يا ست هويدا؟ 17 سنه؟ اه والله العظيم. يعني انت اتجوزتي راجل متجوز قبليكي 6 مرات وانت عندك 17 سنه؟ وكان اكبر مني ب 11 سنه. بعد كده جبتي مها وشيماء، والولاد بقى محمد واحمد. نفسي اتعرف يا ست هويدا على حد من ولادك، بنات ولا اولاد اللي موجودين؟ اللي موجوده دلوقتي شيماء دي هويدا الثانيه. هويدا الثانيه؟ اه. طب ينفع والنبي نتكلم شويه مع طبعاً. شيماء؟ شيماء، انا لما قلت لست هويدا عايزه اقابل بنتك ما كنتش فاكره ان ست كبيره كده هتيجي. صغيره. ده انت كمان الصغيره. 39. اللي بعد مها.
مهر باين يعني ما شاء الله جدا جميله وقمر بس شكلك كبير قوي عليها. ما هو 17 عملته كده ازاي؟ لا وكمان موت بابا هو اللي خلانا كده يعني موت بابا خلى الواحد حزين عليه فالحزن بيكبر. عمر الابتسامه ما بتكبر بس ما فيش ابتسامه من بعد بابا. بعد الاب ما فيش حد بعده. انت متجوزه يا شيماء؟ وعندك عيال؟ جوزي كويس معايا. وجوزك حلو؟ كويس. نقيتيهم ازاي يا استهواد؟ نقيتي لجوازي ازاي؟ لا والله هو شيماء جالها هو معتز الكابتن معتز ده من شرطه و جه يعني اتجوزها وكده وجايبه معاه منه 3 عيال ما شاء الله. الله سعيد وهبه وندى. سعيد على اسم بابا؟ انت شيماء سعيد؟ انا بحب بابا جدا. اسم فني. وبحب ماما طبعا بس يعني عايزه اقول لك ان الاثنين ما يتعوضوش. ما طبعا ربنا يبارك في عمرها. طبعا هو انت حيلتك ايه غير امك وابوك؟ أيوة في الاول على فكره كفايه ان هم يعني بابا ساعدنا في الدنيا كتير قوي حنين جدا. طبعا ماما برضو كان حنيه كلها هي الام وهي كل حاجه. انت احنا هنا استهواده؟ طبعا. مع ان المفروض يعني لا. المراه والسطور يعني المفروض انك ست جامده بس برضو احنا حنينه جدا. لا لا بتجمد على عيالها طبعا. لا طبعا ولا على اي حد. لا 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 ماما مش وحشه خالص. انا بصي حتى شغلانتي ديت يعني في ناس بيقولوا ان انت مش جزاره ليه شغلانتي ديت. بصي حب الناس كميه الناس اللي بتحبني ما اقدرش اقول لك عليهم يعني كميه جامده قوي الحمد لله. تحب الناس كنز جامد. وانت ما شاورتيش عقلك كده انت كمان تتعلمي؟ انا بحب الشغلانه دي جدا. اتعلمتيها؟ كل حاجه فيها بس فعلا. ما بمسكش سكينه لاني عمري ما هتعدى على ماما. لا مش فاهمه الحته دي. ما يعني عمري ما هبقى عمري ما هبقى انا يعني ربنا يخليها في الدنيا ويخلي حسها في الدنيا يا رب. عمري ما ان انا هقف بقى جزاره وهي كل حاجه. انا ممكن اقف وعارفه كل حاجه في اللحمه. ما تراجعي على الصنايعي. وقف زي وقف زي زي الصنايعي لكن ما اقفش على قرمه. ماشي بس ممكن تقفي تحاسبي ممكن تقفي في الاعياد. الاعياد بتقف لكن هي هويده واحده بس. هي هويده ربنا يخليها هي امبراطوره واحده بس. ده انا هاكل جملي عشان خاطرك. ده الجمل على فكره انضف اللحمه الجملي وانف جدا. بس مش انت اللي بتذبحي يا استهواد؟ لا بذبح في المجزر. بتذبحي في المجزر؟ المجزر بتجيبي الذبايح بتاعتك كل قد ايه؟ لا انا اول شغلنا من يوم الثلاث اخرنا يوم الحد. من الثلاث للحد؟ تبع السوق بقى ممكن اذبح كل يوم ممكن يوم بعد يوم تبع الجو. طب قولي يا استهواد انت بقى لما تيجي تنقي الذبيحه دي انت بتنقي الجمل وهو صاحي واقف ولا بس الجمال بتتنقى بنظره العين يعني ما بتاخدهاش ميزان صاحيه بتاخديها بنظره عينك بتحدديها وانت واقفه كده الجمل ده يجي كام كيلو. طب ليه ما بيوقفوش على الميزان يوزنه؟ لا ما يوقفوش على الميزان. اشمعنى؟ بتاخدي بنظره العين. العجول ماشي يكون الجملي لا. اشمعنى؟ هو كده احنا طلعنا لقينا كده لان الجمل ما يتوزنش. غريبه قوي الحكايه. الجمال ان بنظره العين. طب انت تنقيه بقى على اي اساس؟ انه سمين ولا انه جزار؟ ليه نظريه بقى. ايه بقى عايزة؟ والجمل اللي عظمه تقيل وعظمه خفيف بيبقى باين برضو في هيئته. في هيئته كده. صحيح. انت بتعايزه واحد يرمي لحمه كتير. يكون ما يكونش عدم ما يكونش كده. عدم يعني صحته على قدها؟ لا عظمه كتير. عظم يعني مثلا في كيلو لحمه تلاقيه قد كده وفي كيلو لحمه تلاقيه قد كده. بنبقى يعني عارفين برضك ان هو مثلا هيقع سمين او احمر. اصل دي شغلانتنا احنا. سمين ولا احمر؟ دي شغلانتنا احنا بنبقى فاهمين الدنيا ايه. اسمه ايه؟ خرع؟ خرع او ناشف. ناشف ده يعني في ترياق ميه. في ترياق ميه بيبقوا في التجار في سوق الجمال بيبقوا حاطين الخرطوم بيصنعوا الجمل. طبعا يشربوه كتير. يشربوا ميه. ما بيعرفهاش ويفهمها الا الجزار.